انا احمد قدري اللي صورت صوره محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في ماتش مصر والبرتغال. في يوم وليله جالي تليفون من شركه ليبتن الراعي الرسمي لمنتخب مصر، قالوا لي عايزينك تطلع مع المنتخب زيورخ في معسكر اعداد كاس العالم. I did not hesitate خالص، ودي كانت بدايتي مع تصوير الرياضه. التصوير مع المنتخب في معسكر كاس العالم، اول مره اتاهل كاس العالم من 28 سنه، ادتني طبعا حافز واكسبوجر كبير كشخص وكفوتوغرافر. الصوره الشهيره بتاعت محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في ماتش مصر والبرتغال عملت ضجه على السوشيال ميديا. عمري ما كنت اتخيل انها توصل الارقام دي، جابت اولموست 100,000 لايك، حوالي 35,000 شير على كل البلاتفورم على السوشيال ميديا. It exceeded my expectations تماما. بعد الماتش على طول بقى بعت طبعا الصوره لصلاح، قال لي ادري من احلى الصور شفتها. فدي لوحدها شهاده يعني اشيلها فوق راسي طول عمري، ان محمد صلاح بنفسه قال لي الصوره عجبتني جدا، وسام على صدري. وفي الاخر اتمنى يكون الصور عجبت الناس فعلا، وان شاء الله باذن الله اكون مع منتخب مصر في كاس العالم ان شاء الله.